أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بدأت إجراءات قطع التبرعات مؤقتاً عن مسؤولين صوتوا برفض تصديق فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات أو دعموا الجهود لإبطال فوزه. والتبرعات الطوعية من موظفين ومالكي أسهم في مايكروسوفت ستقطع عن أولئك المشرعين خلال دورة انتخابات 2022. وأضافت الشركة أن لجنة العمل السياسي لديها ستقوم بإنشاء مبادرة لدعم إصلاح تمويل الحملات وحقوق الناخبين. توفي الممثل الكندي كريستوفر بلامر الذي اشتهر ببطولته لفيلم كلاسيكي الغنائي صوت الموسيقى عن عمر يناهز 91 عام. وفي عمر 82 عاما حاز بلامر على جائزة أوسكار عن دوره في فيلم بيجينرز عام 2010، كما تم ترشيحه لنفس الجائزة عن دوره في فيلمي The Last Station عام 2010 و All the Money in the World في عام 2018. ويعد كريستوفر بلامر أكبر الممثلين عمرا الذي يفوز بجائزة أوسكار. نقلت مصادر إعلامية بينها موقع تي أم زد الإلكتروني المتخصص في أخبار المشاهير وصحيفة بوستن جلوب أن جينيفر لورنس الحاصلة على جائزة الأوسكار أصيبت قرب عينها بسبب زجاج متطاير أثناء تصوير فيلمها الجديد في مدينة بوستن الأمريكية. وأضاف الموقع أن الزجاج الذي تطاير من جراء انفجار محكوم خلال تصوير فيلم Don't Look Up أو لا تنظر للأعلى أصاب لورنس بجرح في جفنها وبنزيف. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة لهذه الليلة. مني هبة حيدري وفريق نشرة التاسعة نشكر لكم حسن المتابعة. تصبحون على خير. Esto ya sabes lo que le hemos dicho antes, ¿vale? La sensación es solo un poquito y ya está, ¿vale? Claro, es. Un momentito. ¡Wow! ¿Estás así cómodo? Está estupendo, está estupendo, ¿eh? ¿Me puedo poner de pie? Sí, bueno, si estás encuentra bien. Sí, yo me encuentro bien, me puedo...